إلى الذين يؤمنون بأن الوطن أغلى وأعز، إلى من نراهم بعين الواقع يرفضون العنف والإرهاب، إلى من ضحوا بأرواحهم فداء مصر، إلى الباحثين عن الحقيقة، إلى من يفكرون، إلى القلوب المطمئنة ومن يبحثون عن مزيد من الاطمئنان، إلى كل هؤلاء نقدم حصاد 12 شهراً من البحث والتقصي، لنفكر معكم بصوت مسموع ونوثق الأحداث سوية في رحلة هدفها الوحيد هو الوعي في مواجهة الإرهاب. اللقاء بميعاد والعودة دوماً لحضراتكم بالخير، والشكر واجب واجب على كل التفاعل اللي كان مع حلقات الأسبوع الماضي. علشان كده العنوان في المرحلة دي اسمه قادر، والقادر كانت إجابة لسؤال انطرح على أرض المحروسة من 3 سنين، يعني مش سؤال جديد ولا سؤال ابن مبارح. السؤال ده كان بيقول: هي الدولة وهي بترتب أولوياتها كانت شغالة على التسليح وبالحجم ده ليه؟ وتعالت حناجر وأصوات، وكل كان بيسأل: ما نغير الأولويات شوية ونمد إيدينا للداخل، ما تيجوا نعمل ونخلي، طب ليه كل الأموال دي تخصص لتسليح القوات المسلحة المصرية؟ أعتقد إن المشهد كان بيجاوب على الأسئلة اللي اتحطت قدام حضراتكم واللي شاشات كتير نقلتها: ليه كل ده كان بيحصل؟ ولما الحاجات دي كلها كانت بتحصل بقى العنوان اسمه قادر، وقادر الإجابة دي ده جزء بسيط بس، لأن إجابة السؤال ده في السؤال اللي هنتناوله مع بعض دلوقتي. هل يا ترى بقى الإجابة الواضحة دي اللي شهدتها أرض مصر واللي نقلتها كل غرف استخبارات مش الإقليم، العالم واللاعبين الكبار، يا ترى ده كله خلى حضراتكم تقولوا بينكم وبين أنفسكم السؤال الأهم: هل الآن أصبحنا ندرك أن ليس كل ما يعرف يقال وليس كل ما يدار في الغرف المغلقة يتم الإعلان عنه؟ هل كانت المسألة بهذا الوضوح فده يطمنكم على اللي جاي؟ يعني لما كنا بنزن كشعب، لما كنا بنردد وبنقول ليه وعايزين أولويات مختلفة وعايزين الاهتمام يكون بمجالات أخرى، كانت الإجابة ما بتجيش وجت بس من كام يوم. ده معناه ببساطة إن اللي كان شايف قدر يشتغل وياخد القرار ويسابق الزمن، ومش معني بإنه طول الوقت يقول الإجابات اللي ممكن كانت تفك المسألة بهدوء. وده كله بيقول بلغة واضحة ومباشرة إن اللي كان قادر يشوف واللي فضل طوال 3 سنوات بيمهد اللحظة كلها للحظة القدرة الآن بعد 3 سنين، ده ما بيطمنكوش على إن اللي جاي بيقول إن العنوان القوة على الأرض مش القوة على الشاشات ولا في الاستعراض العضلات ولا في اللغة اللي ممكن تتردد من هنا أو من هناك. أرجو إن المسألة تكون دلوقتي بتقول لكم إن العنوان في اللي جاي أياً ما كان هو إيه، هو القدرة. علشان كده خلوني أقول لحضراتكم وبسرعة، ربما يكون آن الأوان إن إحنا نقول إن مصر بعد ما قدرت تقفل البوابة الشرقية وتتعامل معاها باقتدار لم يعد أمامها إلا البوابة الغربية، لأن التنظيم اللي بيلعبنا بيتحرك على حدودنا. بس يا رب كمان تبقوا منتبهين إنه هو بيتحرك في الغرب بيتحرك أحياناً في حدود أخرى. علشان كده بعد ما كنا بنقول سينا أصبحنا بنقول ليبيا، وزي الأموال اللي هذا التنظيم بيشتغل بيها كجزء من تخطيط أكبر هدفه إعاقة تقدم الدولة المصرية بعد إسقاط مشروع الأهل والعشيرة،
المخطط نفسه لسه لحد دلوقتي بيشتغل عليه هذا التنظيم الدولي وخليفة هذا التنظيم المدعو أردوغان. علشان كده لو كنا في الحلقة اللي فاتت عرضنا على حضراتكم أحدث الكيانات الاقتصادية لهذا التنظيم الإرهابي في تركيا واللي كان اسمها اتحاد الجمعيات المصرية، لازم ناخد بالنا إن إحنا النهاردة بنقول لحضراتكم إن مصادر تمويل هذه الكيان الإرهابي بتتركز في الأموال اللي بتجيله أحياناً من قطر وأحياناً من عواصم أوروبية وأحياناً، وده الأساس، من الاشتراكات الشهرية لعناصر هذا التنظيم الإرهابي، بالإضافة للأموال اللي بتيجي من رابطة الإخوان المصريين في الخارج، وده الكيان اللي بيضخ بشكل أساسي جزء من أمواله في أنشطة التنظيم في مصر وخصوصا من الدول الأوروبية وبعض دول الإقليم طبعا. وده كله بيتقدم على سبيل منح، يعني لا ترد. هنضيف على كل المصادر دي كل الأموال والإعانات اللي بتيجي من الدول الغربية والاتحاد الأوروبي بحكم دعمهم وتوظيفهم لهذه العناصر تحت عنوان هم بيشتغلوا بيه في سياستهم إطار مواجهة الدولة المصرية ودول المنطقة. علشان كده لازم ناخد بالنا إن الكيانات اللي بتعتبر إن الإخوان جماعة ضغط سياسي معارضة للدولة المصرية بتشتغل بيها على هذا الأساس، طبعا بالإضافة لأرباح المشاريع والكيانات الاقتصادية اللي بتتبع هذا التنظيم. خلوني بسرعة أقول لحضراتكم كمان إن الكيانات الاقتصادية دي بتنتشر في كل العواصم الغربية وليها مراكز سواء في الجمعيات الإسلامية المنتشرة في الغرب واللي بتكون مهتمة بجمع الأموال بشكل عام، كمان الهيئات الإسلامية العاملة تحت بند الإغاثة، وهنركز قوي على الكلمة دي علشان ده التعاطف اللي بيطلعوا بيه الفلوس، وبتمثل محرك مهم جدا في حركة جمع هذه الأموال والتبرعات حوالين العالم بشكل كبير. علشان كده مهم قوي ان احنا مع بعض نقول بشكل واضح وصريح انه ما تم الكشف عنه من عضو شورى التنظيم أمير بسام اللي هربان حاليا خارج مصر هيكشف لوحده حجم هذه المخالفات. خلونا نسمعه مع بعض ونشوف هو ازاي قدر يكشف عوار وكذب ولاد الارهابيه. الدكتور محمود حسين لما جه في اخر الجلسه واعترف امامكم جميعا انه اخذ ما ليس له حق، هو والابياري والاستاذ ابراهيم منير والاستاذ بحيري، وقال فعلا في شقق كتبناها باسمنا، ولم يتكلم احد حقيقه يعني انا زهدت في الناس اللي موجوده. ما تزعلش مني بقى أدام أنت حضرتك عايزني أصارحك، يعني حسيت أنه قدامك أهو الكلام اللي بيتقال اعترف بيه، اعترف أمامكم أنه أخذ ما ليس له حق، اعترف أمامكم أن هذه الأموال بددت، إيه تكتب اسمهم شقق وعمارات، وفي نفس الوقت في أول اللقاء بيقول إحنا بنشحت عشان نعمل حقوق إنسان، عشان نعمل لجنة حقوق إنسان، ويلا شدوا حيلكم وتبرعوا، في أول اللقاء تبرعوا ولموا لنا فلوس، وفي آخر اللقاء خدنا ملايين. ولم يتكلم احد، وما يقول له اسمه الاخ منصور لا العربيه مش معاهم يقول له لا العربيه تبعهم، يعني بيطلع لنا لسانه. ولم يتكلم منكم احد، ولم يتحدث منكم احد، اعترف قدامكم زهدت ان احنا امشي بقى تحت هذه القياده اللي تمد ايديها لاموال الناس واموال الاخوان، وفي الاخر لا احد يحاسبها. ولكن عمليا انا تألمت كثيرا كثيرا كثيرا، الم لا تتخيلوا ان يكون هذا موقفكم من اعتراف صريح انه اخذ الاموال، ياخد عربيه ام بي دبليو يركبها ب 100,000 دولار، وهنا الطلبه بيتذلوا علشان 200 ليره بياخدوهم كل شهر، بيتذلوا يا اخ محمد بيتذلوا، ويقعد الاخ 6 شهور علشان يقولوا له ما جاش توثيقك، وما يجي توثيقك، وفي الاخر عشان 200 ليره عشان 40 دولار العربيه اللي 100,000 يورو ديت، شوف تكفي كام طالب لمده كام شهر من العيال. طيب المسألة واضحة قدام حضراتكم، علشان كده من فضلكم اللي أحيانا بيبقوا مستغربين جدا من إقرار نظام الكفيل في بعض الدول لازم ينتبهوا كويس قوي إن اللي سمعتوه بعظمة لسان أمير بسام
رجل من رجالات التنظيم وكان عضو في برلمان الإخوان الإرهابي، هو نفس الفكرة، كل قيادي له مجموعة وكل مجموعة لازم يتم توثيق أوراقها عبر هذا الشخص، والمسألة شخصية بحتة بحسب قربها أو بعدها من بعض رموز وقيادات هذا التنظيم الإرهابي. لكن اللي انتوا عملتوه ضيع الحلم. 30 يونيو ضيعت الحلم، لما كنا بنقول لحضراتكم انها حاجة كبيرة قوي كان البعض بيحس ان احنا بنقول كلام انشائي او كلام فيه مبالغة، لكن الحقيقة ان بجهد حضراتكم ضاع احلام الارهاب العثماني بفضل ثورتكم العظيمة، وما كانش قدامهم اكتر من خيانة هذه الجماعة الارهابية علشان تلعب دور الخنجر ضد مصر. والخنجر ده ممكن في لحظات قوة الدولة المصرية يحاولوا يلعبوا على المستوى الاقتصادي، والمؤامرة دي ما هيش جديدة وما تلعبتش فقط دلوقتي، لا ده السنة نفسها اللي اشتغلوا فيها في حكم الدولة المصرية يقال ان قرابة 12 مليار دولار، 12 مليار دولار اختفت من الاحتياطي النقدي من خزينة البنك المركزي المصري. يعني في سنة حكم الجماعة المسألة بقت واضحة. علشان كده في معلوماتنا في الكبسولة بنقول ان قيادات التنظيم الارهابي وقتها شكلوا بالاضافة لخيرت الشاطر وحسن مالك لجنة لادارة اموال التنظيم ودمجه في الاقتصاد الرسمي، دي لعبتهم اللي هم حافظينها. ومن كل الادوار اللي تم تكليف اللجنة دي بيها كان ازاي يتعاونوا مع الشريك التركي في هذا الاقتصاد، وده كله بيقول لنا ان اللي بنقوله لحضراتكم ما هوش كلام، ولا حتى لو ذاكرتكم تخيلت زيارة أردوغان للجماعة إياها وقت سنة الحكم وإزاي مصر كلها تزينت بالعلم التركي إياه، لازم نأكد لكم وعن طريق معلومات الكبسولة وبالأسماء. خلونا أقول لحضراتكم مين هي أعضاء هذه اللجنة. أول اسم عندنا هو يوسف عمر محمد يوسف الحواوشي، عبد اللطيف عبد العزيز محمود مجاهد، محمد صابر شلبي شلبي، محمد هشام حامد، مصطفى محمد عبد الرؤوف خلف الله، مصطفى محمد إبراهيم محمد. أغلب الأسماء اللي سمعتوها دي والأسماء دي هتأذيهم هم، لازم تعرفوا أنه بفضل ثورتكم في 30 يونيو هربوا، وكتير منهم راح على تركيا، والأيام الجاية هتكشف الناس دي بتعمل إيه. علشان كده عايزة أقول لحضراتكم أن جزء من المنظومة اللي بتوجهها المخابرات التركية هي نفس الأسماء دي والعناصر دي، وكل دول بيشتغلوا ضد الدولة المصرية، وجزء من مجال عملها الأساسي زي مدحت الحداد والشلة اللي وريناها لحضراتكم هو الاتحاد اللي اتكون ده علشان يبقى مظلة قانونية لهذا المحفظة المالية ما بين مصر، ممثلة في هذه الشخصيات ولاد الإرهابية اللي هم مصريين في البطاقة لكن هم مش مصريين بالهوية، وما بين الشريك التركي. والاستثمارات الكتيرة بتاعتهم كانت في الأمور العقارية وفي تجارة التجزئة. علشان كده عايزة أقول لحضراتكم إن زي ما عودناكم في الكبسولة إننا دايما بنتكلم بالوثائق والمستندات، هنحاول نحط قدامكم المستويات بتاعة أموال هذه الجماعة الإرهابية. لازم ناخد بالنا إن عندهم ثلاث مستويات. المقام الأول منها هو يعني اللي بيهدف ليه الهروب بأموال التنظيم الإرهابي من أي متابعة من أي رصد، وإحنا في الكبسولة الحقيقة مش هيقدروا يهربوا مننا. أول وثيقة موجودة قدام حضراتكم ودي اللي بتتكلم على المستوى الأول من هذه الكيانات والمؤسسات، واللي فيها بيتم يعني ملكية كل المشاريع بنسبة 100% لهذا التنظيم الإرهابي حتى لو تم التلاعب بالأوراق فيها. علشان كده هنلاقي عدد من العقارات اللي بيملكها التنظيم
زي ما بتشرح لحضراتكم الوثيقة واللي فيها جزء من ممتلكات التنظيم في القاهرة. يعني مثلا الوثيقة اللي قدام حضراتكم بتقول ان العقار رقم 17 في شارع الفريق حلمي المصري، الماظة مصر الجديدة، او قطعة الارض رقم 10 من بلوك 56 في المنطقة الاولى في مدينة نصر، او شقة مثلا في العقار رقم 12 في شارع ابن هانئ الاندلسي وغيرها. ودي الطريقة الاولى او المنهج الاول. في المستوى الثاني اللي بيشتغل بيه اموال هذا التنظيم هي الخلطة ما بين الجماعة وبعض رجال الاعمال الاخوان، وطبعا الناس اللي بتتعاون مع هذا التنظيم واللي بيدخلوا فيها كممثلين عن اموال الجماعة. لازم ناخد بالنا ان في المستوى الثاني ده عندنا حاجة شهيرة جدا اللي هي قطعة الارض بتاع وادي النطرون واللي الوثيقة بتاعتها قدام حضراتكم، وهقولها بسرعة جدا لانه الارض دي عشان تقدروا تعرفوا ازاي بيلعبوا مع كل اللي نفسهم يبقوا اغنياء واللي ممكن يبرروا اي حاجة بيعملوها. كان مطلوب ان ارض وادي النطرون تبقى في نهاية الامر في ايد خيرت الشاطر رجل التنظيم القوي. الحكاية بدأت سنة 93 لما في 5 أشخاص تقدموا لشراء 64 فدان من الحكومة المصرية سنة 93. في 94 الأرض دي نفسها اتباعت بعقد الشراء باسم آية محمد أمين، يعني آية اشترتها من 5 أشخاص. في نفس السنة بتاعت 94 دي المشتري حصل على صحة توقيع لل 64 فدان. في 95 اتعمل عقد تاني لشراء آية محمد أمين لل 64 فدان من ال5 أشخاص. في 95 خدوا حكم بصحة توقيع لنفس المساحة. في سنة 2000 ودي بقى المفاجأة والقفزة، اشترى الدكتور محمود غزلان اللي هو صهر الشاطر المساحة اللي هي 46 فدان فقط من أصل كام؟ ال64 فدان. في 2004 خد دعوى صحة توقيع مرفوعة من محمود غزلان لل46 فدان فقط. في 2005 خد حكم بصحة التوقيع لصالح محمود غزلان. في 2002 اشترى خيرت الشاطر ال18 فدان اللي باقيين. في 2007 خد صحة توقيع. في 2007 أيضا تم حصول واستحواذ خيرت الشاطر على ال64 فدان. أنا عارفة إن اللي قلته ده ممكن يكون طويل شوية، لكن المهم جدا فيه تشوفوا إزاي الناس دي بتلعب بنفس طويل وبتقسم الأدوار. طيب المستوى الثالث في أموالهم ده اللي بيخص قيادات التنظيم بشكل خاص، ودول اللي بيكون للجماعة فيها نصيب من قيمة الأرباح واللي بتتراوح نسبتهم من 7% ل10%، وده كله بيصب لصالح التراكم الربحي وإعادة تدوير رأس المال. أشهر نموذج في ده يوسف ندى. يوسف ندى اللي أسس بنك التقوى لو حضراتكم فاكرينه، واللي تم اتهامه بتمويل عمليات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة، وبناء على هذا الاتهام هرب من الاتهامات دي كلها وقرر انه يقعد في سويسرا ويأسس 9 كيانات جديدة علشان يهرب من كل المتابعة القانونية. بس هو هرب وعرف يروج لده، لكن تفتكروا يقدر يقفز على حواجز الكبسولة؟ طبعا لا. طيب هنا هيبقى السؤال مهم قوي، هي دولة التنظيم اللي اسمها تركيا دلوقتي بتستخدم ولاد الإرهابية وحتى مصر هدف ليها ليه؟ هل لأننا ببساطة أرض هوية الدين الصحيح وهم أرض الخوارج، ولا لأننا أرض أقدم الحضارات في العالم اللي كانوا وما زالوا بيتمنوا أنهم يفرضوا سيطرتهم عليها؟ طيب هل كانت وسيلتهم هي الجماعة إياها الإرهابية ولاد الإرهابية اللي أصلا هي جماعة ساقطة من حسابات التاريخ والجغرافيا؟ طيب هنا هيبقى السؤال،
ما بين القاهرة، قاهرة جيوش العالم اللي تم تأسيسها قبل أكتر من 1000 سنة، وبين دولة اللصوص اللي في أرض آسيا الوسطى اللي هي بتضم 2 من أقدم المحافل الماسونية في العالم. المواجهة دي هتبقى ممتدة يا مصريين، والمواجهة دي مش عسكرية بس، يعني مش على الأراضي الليبية أو الأراضي السورية بس، لا، المواجهة فكرية، المواجهة اقتصادية، وبدأت من اللحظة اللي سمح فيها النظام العالمي لمشروع الشرق الأوسط الكبير وأعطاه الضوء الأخضر العثماني علشان يساعد في تشكيل هذه المنطقة، بتفكيكها من داخلها، بهزيمة الدولة الوطنية فيها. علشان كده مهم قوي نعرف ايه قصة الأتراك دول، والأتراك دول كلهم على بعضهم كده حاطين مصر هدف ليه قدام عينيهم. بعقلية رجعية تتمسك بأوهام الخلافة العثمانية، شهدت فترة الستينيات من القرن الماضي تلاقيا تنظيميا بين جماعة الإخوان الإرهابية والروافد الفكرية الأولى المغذية لتصورات النظام الأردواني الراعي للإرهاب. فمع سقوط حكم حزب الشعب الجمهوري الذي أسسه مصطفى كمال أتاتورك وبداية حكم الحزب الديمقراطي بزعامة عدنان مندريس، كانت الفرصة ملائمة لمد قنوات التواصل بين رموز الجماعة الإرهابية والقيادات الدينية التركية. إذ مع صعود التيار الديني في تركيا بقيادة نجم الدين أربكان الذي كان متأثراً هو الآخر برسائل حسن البنا عبر حركة النورسيين، كان أن تعززت فرص التواصل بين قيادات التنظيم الإرهابي والقيادات الدينية التركية، وهو ما أفضى بعد ذلك إلى تأسيس نجم الدين أربكان لحركة ميلي جوريش بالعام 1969، وكانت هذه الحركة هي الفرع التركي لجماعة الإخوان الإرهابية التي انبثق عنها في مرحلة متأخرة نسبيا حزب الرفاء الذي وصل إلى السلطة بالعام 1996. شكلت هذه الحركة بدورها الحاضنة السياسية الأولى لأفكار رجب طيب أردوغان الذي كان متأثرا لحد بعيد بتوجهات أستاذه نجم الدين أربكان، خصوصا في تشبيك تحركات الرفاء وميلي جوريش مع قيادات العمل الإسلامي. إذ أسفرت تلك التوجهات في تسعينيات القرن الماضي عن الدعوة لعقد مؤتمر عالمي لقيادات الإسلام السياسي، وبدأ خلال تلك الآونة العلاقات بين القوى الإسلامية التركية ونظيرتها الإخوانية في أقوى حالاتها، إذ شارك كل من مصطفى مشهور المرشد الخامس ومحمد مهدي عاكف المرشد السابع ومحفوظ نحناح الزعيم الأسبق لإخوان الجزائر وغيرهم في عديد من المؤتمرات الجماهيرية لحزب الرفاء التركي. ورغم استقالة أردوغان من حركة ميلي جوريش قبيل تأسيس حزب العدالة والتنمية بالعام 2001 جراء انقسام الحركة الإسلامية بتركيا، إلا أنه ظل متسقا مع خلفيته وأيديولوجيته، وأبقى على سخونة الاتصالات بين الإخوان ونظرائهم في تركيا، وهي اللغة التي رشحته لأن يلعب دور العرابي بمشروع الشرق الأوسط الكبير فور إعلانه من قبل إدارة بوش الإبن. وفي يونيو من العام 2006 كان أن شارك الإخوان في الاحتفالات التركية الخاصة بمرور 553 عام على فتح القسطنطينية، وهو الاحتفال الذي نظمه حزب السعادة التركي الذي يشكل امتدادا لحزبي رفات والفضيلة. ومثل التنظيم الإرهابي خلال الاحتفال كل من حسن هويدي النائب الأسبق لمرشد التنظيم الدولي ومحمد سعد الكتتني، وكان عضوا بمجلس شورى التنظيم آنذاك، وعبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب الإرشاد في حينه. وقد ألقى هويدي كلمة المرشد العام خلال الاحتفال. كان احتضنت أنقرة واسطنبول عديدا من اجتماعات التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية. ومع اندلاع الاضطرابات العربية بالعام 2011 غدت تركيا هي الداعم الأكبر لتنظيم الإخوان الإرهابي بفروعه المختلفة، إذ قدم النظام الإردوغاني بالتعاون مع إدارة أوباما دفعات قوية للتيار لتأهيل قياداته للحكم عبر عدد من المستشارين ومراكز الأبحاث التي لعبت دورا أساسيا في هذا الإطار. ومع انهيار مشاريع أردوغان الإقليمية في أعقاب ثورة 30 يونيو والإطاحة بحكم الإخوان من مصر، توفر لدى السلطات المصرية عديد من القرائن والأدلة عن إرسال تركيا لشحنات من الأسلحة للجماعة الإرهابية، كما فتحت أنقرة أراضيها لاستقبال أعضاء التنظيم الإرهابي وفي مقدمتهم رجال أعمال التنظيم.
لتشكل أنقرة بذلك نقطة انطلاق للأنشطة التي تستهدف الدولة المصرية بالتنسيق مع أفرع التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية ودويلة الإرهاب القطرية بامتداد السنوات الست الماضية. طيب، من باب تأكيد المعلومات، ليس إلا يعني هذا خليفة الإرهاب زي ما قلنا لحضراتكم والتقرير كشف كده، علشان تبقوا متأكدين أكتر إن هو هذا يعني العسكري اللاعب بالوكالة لصالح الأجندة الدولية، لازم نعرف إنه بالتمام والكمال حصل اتصالات في 2011 مباشرة بينه وبين أوباما، وقتها 9 اتصالات، والتسع الاتصالات دول اتعمل فيهم طول الوقت الأدوار والتعديلات اللي بتتم على الدور وفقا للمتغيرات اللي بتحصل على الأرض. لسه بتسألوا ليه تركيا حاطة نقرها من نقر مصر، ولسه كتير من حضراتكم مش قادرين يربطوا ما بين اللي مصر أنجزته في ال3 سنين واللي كانت بتترملكوا فيه أسئلة مغلوطة، ولحد دلوقتي بتترمي للأرض المصرية أسئلة مغلوطة، وبتمنى من حضراتكم إعادة التفكير والثقة، لأن اللي قدر يشوفها ويحسبها ويبقى عارف إن أولويته هي تسليح الجيش المصري ورفع كفاءته علشان اللي جاي من بوابته الغربية له إيقاع يختلف عن البوابة الشرقية. طب هل يا ترى الفرق ما بين البوابة الشرقية والبوابة الغربية يخلي أردوغان يدخل من بوابتنا الغربية بهذا الكم من البجاحة؟ أشياء كتير، وأشياء كتير تستحق إن نجاوب لحضراتكم عليها وبطريقة الكبسولة بلغة علمية دقيقة بعيدا عن أي صخب غير علمي. هنطرحها على ضيفي وضيف حضراتكم الأستاذ فادي عيد، الباحث والمحلل السياسي في شؤون الشرق الأوسط، بعد فاصل قصير. أهلا بحضراتكم، خلونا سريعا نروح لضيفي وضيفكم الباحث والمحلل السياسي في شؤون الشرق الأوسط الأستاذ فادي عيد اللي منورني. مساء الخير. مساء النور يا فندم. طيب خليني أبدأ مع حضرتك. أعتقد أن كل الواقع شايف أن في أداء وصف من قبل يعني العديد بأنه في درجة من التبجح لأردوغان في المشهد الليبي، لأنه كان في دخول دون تمهيد يعني فجأة تمام بنفسه وباسمه وهكذا. ايه ده؟ طب الاول عشان نبتدي كلامنا خلينا نتفق على 3 اسس. اولا ان اذا كان مصر حدودها 1,000,000 كيلومتر مربع فامنها القومي اكبر بكتير من 1,000,000 كيلومتر مربع. تمام. تاني حاجه ان السياسه لعبه مصالح، وعلم السياسه علمنا ان مفيش حاجه اسمها صديق او حليف. طبعا. يا عدو قائم يا عدو محتمل. تمام. تالت واخر حاجه ان السياسه لعبه ذكاء، شطرنج. الشطرنج مستخدم فيه عضلاتنا؟ لا، هو عقلنا فقط. اذا انا اتعامل مع السياسه مع كل الملفات وكل الامور السياسيه بالعقل فقط. تمام. وانا متعمد اقول دوت لان شفت ردات فعل يعني بعذرها من الشعب المصري او من الشعب الليبي او الشعب العربي بعد اللي حصل مؤخرا ما بين روسيا وتركيا تجاه ليبيا. تمام. اذا امورنا كلها نحسبها بالعقل. طب بعد ما حطينا هذه ال3 اسس نبتدي بقى يعني ندخل في الموضوع. اولا تركيا ايه اعرابها في قواعد العلوم السياسيه؟ دولة دور، زي ما قدام حضرتك بتقولي هذه الكلمة، دولة عشان تؤدي دور محدد لصالح قوة معينة. صحيح. يعني مش باستقلالية بتتحرك، لا، لصالح قوة معينة كانت بتتحرك ضد القوى الأخرى. تمام. رجب طيب أردوغان، إيه أعرابه سواء في قواعد العلوم السياسية أو حتى قواعد النحو؟ أداة. لعب بالوكالة. اللي مش مصدق أو أنا ببالغ، وأصلاً كان إيه أردوغان قبل 2002؟ كان إيه حزب العدالة والتنمية قبل 2002؟ ولا حاجة. ولا حاجة. في ظرف زمني قصير صغير يعني قصير جدا اتقدم اردوغان، قدم ورق هذا الحزب هو عبد الله جول وباقي رفاقه. الناحيه الثانيه كان في اربكان بيقدم، كان في اكثر من اسم بيقدم اوراق لاحزاب اسلاميه جديده كلهم اترفضوا ما عدا هذا الحزب، حزب العداله والتنميه التركي. وده بيقول على طول ليش معنى ده اللي تم الموافقه عليه. وفي اقل من 48 ساعه شفنا بناراته ومقراته في 82 ولايه وفلوسه ومقراته، مع ان العلم كان لسه اردوغان خارج من السجن بسبب القصيده اللي كتبها. تمام. ونفسه قال انا بعد ما خرجت من السجن وتوليت يعني زمام الامور مع باقي رفاقه في حزب العداله والتنميه، قال لك انا لا املك حاجه غير دبله جوازي. طب منين هذه الثروه يعني الثروه الماديه جت لهذا الحزب توفرته بهذا الشكل؟
وفي أقل من سنة يكتسع الانتخابات يتولى زمام الأمور في البلد. إذن في قوة عالمية كانت بتدعمه، وأكبر داعي على كده أنه في 2003 كل أعضاء حزب العدالة والتنمية صوتوا لصالح التدخل الأمريكي في العراق، هم اللي فتحوا بوابة العراق للعدو الأمريكي. إذن هو فعلا إعرابه في قواعد النحو وقواعد العلوم السياسية هو أداة. طب دلوقتي هذه الأداة لما تقوم بهذا الدور، وقبلها لو أرجع شوية معلش مع الناس من فترة زمنية بسيطة من أسابيع قليلة، لما طاح في شمال سوريا ضد الأكراد كان إيه لصالح مين؟ لقينا مرة واحدة هجوم عسكري تركي قوي على الأكراد في شمال سوريا، بعد لقينا كل الأكراد بنسحبوا للمناطق الشمالية عشان المواجهة، لقينا إن كل مواقع النفط اللي في الجزيرة السورية بتتسلمها لمين؟ للولايات المتحدة الأمريكية. إذن ده ما تمش صدفة، تم بضوء أخضر من الأمريكي. يعني حضرتك تقصد ان هو بيدخل ينظف الارض للامريكي عشان يضع قدمه على النفط او الغاز. تمام، بعدها باسابيع قليله هتهجم على شخص الرئيس ايمانويل ماكرون. وكان ايه السبب؟ بسبب رغبات ماكرون في خروج فرنسا من قطيع الخراف الاوروبي اللي ماشي ورا العم سام. نعم، ومن ضمن يعني ضمن الحاجات اللي بتردي بيها على ايمانويل ماكرون سترات الصفراء او حتى حريق كنيسه نوتردام. كل ده مش صدفه. وكذلك هجوم اردوغان عليه كان برضه بضوء اخضر امريكي. نفس الكلام لما اردوغان تاجر بورقة ايجور المسلمين في الصين. ده لصالح مين؟ مين عدو امريكا الاول؟ هو الصين. هو الحقيقه كمان احنا محتاجين نقول لكل اللي بيسمعونا وبيشاهدونا انه الصين من الدول اللي ما عندهاش فيسبوك، وبالتالي حتى الفيديوهات اللي بيتم ترويجها في هذا السياق بتتعمل فين وبتترفع ازاي؟ كلها فيديوهات اخرى مش اي علاقه باللي بيحصل جوه الصين، سواء مع ايجور المسلمين او مع غيرهم. او غيرهم. فيديوهات اخرى زي اللي كان بنشوفها في سوريا وحريق ادلب وتعاطفوا مع ادلب، كان كلها برضه فيديوهات اخرى بيتركب عليها زلك. خليني في المشهد الليبي، تهمني جدا المنطقه الحدوديه بتاعتها، لانه المتغير اللي حصل بانه راشد الغنوشي يبقى في زياره غير يعني معلنه بشكل رسمي او الدوله التونسيه، وشفنا رده الفعل في البرلمان التونسي في حضوره مع أردوغان. مرة تانية أردوغان يعني، وخاصة هنا بقى دي حركة النهضة، فاحنا بيدي تمام للخليفة خليفة الإرهاب الدولي يعني ولا إيه؟ تمام. شوف سيادتك، أيام قائد السبسي رئيس التونسي الراحل كان راشد الغنوشي هو اللي ماسك ملف في ليبيا. دلوقتي بيتعامل في هذه الفترة كأنه الحاكم الفعلي لتونس. يعني زمان أنا مسؤول ملف في ليبيا أيام قائد السبسي، دلوقتي بتتعامل كانك انت راشد الغنوشي الحاكم الفعلي لتونس، فبتقابل اردوغان يعني بيتخطى دور انه رئيس البرلمان وربما رئيس الجمهوريه نفسه. انا دلوقتي لما اخرج كرئيس البرلمان المؤتمن اقابل اردوغان في زياره غامضه ما حدش كان يعرف عنها اي حاجه. بلاش، هو اردوغان لما جه قابل الرئيس قيس سعيد ولا كان حد في قصر قرطاج قبلها ب 24 ساعه يعرف ان اردوغان جاي؟ كان راشد الغنوشي هو مرتب هذا اللقاء. هل في المشهد اللي احنا بنشوفه دلوقتي اي شيء جديد؟ يعني مصر قبل 3 سنين و4 سنين المشهد الليبي كان حاضر، والفوضى الليبيه بعد انهيار مؤسسات الدوله والمشهد كله كان واضح، ومصر اشتغلت على الارض لان ده عمق امن قومي بالنسبه لها، يعني مش مجرد مشكله في العالم. تمام. واشتغلت على الارض وتركت الجميع يتحرك، ويعني البعض كان طول الوقت بيتساءل هو ده بيحصل ليه؟ احنا ليه بنعزز الجيش؟ ليه بنرفع كفاءته؟ ليه بنعمل التسليح وبنحدث تسليح جيشنا بهذا الشكل؟ كل الاشياء دي. وجه التوقيت بتاعها يعني في اللحظه المطلوبه. هل ده كان بيقول انه الدوله المصريه منذ 3 سنوات كانت يعني لديها رؤيه واضحه بتعمل عليها بهدوء بدون إفصاح عن أهداف أو وده نفسه اللي بيخليني النهاردة أبقى ميالة جدا إن هذه الدولة نفسها اللي ده بالنسبة لها مش مفاجأة، ما عملهاش أي درجة من القلق أو التوتر، ولكنها تعمل بجدية. جميل. لأهمية الأمر. جميل. شوفي سيادتك، أردوغان مش كل يوم بيطلع يصرح أنا بعت عسكريين لليبيا. ده كل يوم، حتى في مرة يعني عد بعدد 35 عسكري. كل ده كان ليه؟ بالون اختبار بشوف رد فعل مصر. طب هل مصر كانت بترد بالبوق؟ لا، مناوره في البحر المتوسط، تحرك عسكري مش عارف فين في البحر المتوسط، وهكذا مناوره قادر. كل شويه كان رد عسكري اوريك ان البحر والجو مقفولين. انسى، لو ما كانتش مصر من 3 سنوات عملت هذا التحديث العسكري كانت ليبيا دي بالنسبه لنا كانت هتبقى عامله عارفه زي ايه؟ مرج ضابط اللي جت وراها الريدانيه اللي بعد العثمانيين مسكوا مصر لقرون.
دي مهمة قوي تشرحها لنا، علشان هي دي اللي هتجاوب للمصريين كلهم وتخليهم كمان قادرين يلمسوا قد ايه إدارة دولتهم شايفة وبتشتغل وما عندهاش وقت للكلام الكتير. شوفي سيادتك، أيام أجدادهم العثمانيين لما دخلوا مصر دخلوا عن طريق الشام، موقعة مرج ضبك هزم فيها جيشنا، ثم جت الردانية اللي بعدها للأسف احتلونا القرون. لو ما كناش عملنا زي التحديث العسكري الهائل، وقفنا مع حفتر بجدية وبشرف، وفعلا زي ما الرئيس بشرف يعني بتمارس السياسة بشرف زي ما عايز في الشرف. شوفي احنا كجوار ليبيا كله، شوفي مصر بتتعامل مع ليبيا ازاي وغيرنا بيتعامل معاها ازاي، تعرفي فعلا الفرق. يعني انت عايزه تفسري جمله الرئيس دي، ليبيا واليمن وسوريا وسوريا، يعني كل ملف شوفي غيرنا بلا استثناء بيتعامل مع سوريا ازاي، بيتعامل مع اليمن ازاي، بيتعاملوا هم جوار ليبي مع ليبيا ازاي، وشوف احنا بنتعامل معاهم ازاي. يعني عايز تقول تحديثنا العسكري يعني الهائل اللي بيتم واللي لازم يتم ويستمر، لو ما كانش تم كانت ليبيا دي كلها اتكلت، مش غرب ليبيا بس. نخلي بالك ثوره 30 يونيو قامت بعدها بسبع شهور، ايه اللي حصل؟ حفتر انطلق في بنغازي. اذا اللي بيحصل في ليبيا هو امتداد لثوره 30 يونيو. الاهم مين دلوقتي عدونا الاول في المنطقه كلها؟ تركيا. تركيا. طب والمال القطري. الصدام بيننا هل ده مؤقت؟ هل مجرد جوله ولا ده صدام دائم وابدا مستمر؟ انا قلت انه ده صدام دائم وابدا مستمر. لانه مشروعين مختلفين. بالظبط. لو رجعنا للتاريخ من ايام اجدادنا الفراعنه لما كان بيواجه هذه القبائل الهمجيه في البحر، لما حتى نخش في العصور الوسطى، عظماء العرب والمسلمين في هذه الوقت، الدوله الايوبيه، امراء الايوبيين كانوا حاصروا في مرة ديار بكر والسلاجقه المسلمين هناك بسبب دعمهم للاوروبيين ضد العرب. بعدها هتلاقي الظاهر بيبرس في عهد الدوله المملوكيه واجه في الابلستين المغول والسلاجقه المسلمين برضه. بعدها هتلاقي المؤيد شيخ حاكم مصر، واحد من الممالك العظام، يعني سيطر على كامل شرق تركيا وحرر القدس والشام من التركمان، وصولا بقى لحد ابراهيم باشا والمعارك اللي خدناها في كونيا وكوتايا وما الى اخره. ليه؟ لان الدولتين قمه التضاد ما بينهم وبين بعض، قمه التناقض. ما ينفعش الاثنين يبقوا في منطقه واحده، ما ينفعش الاثنين يبقوا في معادله واحده. يوم ما الاثنين يبقوا في معادله واحده في وقت واحد، اعرف ان في حد هيتنازل لدوره عن الثاني. يوم التاريخ ما الاثنين التاريخ دايما بيقول موجودين، عارف ان في حد لازم يتنازل عن دوره للثاني. بص الفرق كبير في كل حاجه. مصر اتسميت على اسم مصرايم ابن حام بن نوح نبي الله اللي جاب الناس له اغلب شعوب شرق المتوسط، وما بين تركيا كلمه ترك اللي هي سماها الصينيين اطلق على القبائل الهمجيه اللي في جنوب الالتاي، جبل الالتاي. الفرق كبير ما بين القاهره اللي اتسمت بهذا الاسم من اكثر من 1000 عام جوهر الصقلي لكي تكون قاهره جيوش العالم وقد كان، وبين اسطنبول اللي كان اسمها قسطنطينيه ثم سماها الفاتح اسلامبول يعني دار الاسلام، ثم تم تحريف اسمها الى اسطنبول اي دار الشيطان. دار الشيطان. وفي وقت من الاوقات تم سن قانون لمنع كلمه ذكر كلمه قسطنطينيه، مع ان ده الاسم اللي ذكره الاولين والامام احمد بن حنبل. الفرق كبير سيادتك ما بين اصلا طبيعه الشعبين، طبيعه الشعب المصري بقبطه المسيحي والمسلم، وبين طبيعه الدمي ذو العنصرين اليهود اللي اسقطوا اخر الخلافه واللي ما زالوا بيحكموها حتى الان تحت عمامه اسلاميه. الفرق كبير ما بين دوله بها اعظم مؤسستين دينيتين في العالم، الازهر الشريف حامل الاسلام الاول شئنا ام شاء او ابى من ابى، واللي صدر الاسلام الوسطي العالم كله، والكنيسه الارثوذكسيه المصريه اعظم الكنائس الرسوليه واللي اتاسست على ايد ابن مدينه برقه الليبيه القديس العظيم مريموس الرسول. في كتير يعني من المصريين المسلمين الغير مسيحيين مش عارفين ليه بنقول بطريرك الكرازه المرقصيه نسبه للقديس مريموس اللي بشر بالمسيحيه في مصر واسس الكنيسه في مصر، اللي في خيمته في اورشليم حصل فيها العشاء الرباني اللي بنشوف صوره السيد المسيح حوالي التلاميذ، حصل الكلام ده وكان جاي منين؟ في خيمته، وكان مثلا جاي من مدينه من شرق ليبيا، من شرق ليبيا، واستشهد في مصر. ما بين مصر اللي بيها الازهر والكنيسه، وما بين اسطنبول اللي بيها اثنين من اقدم واعظم المحافل الماسونيه في العالم بعد المحفل الفرنسي. فده كله بيدي للمصريين مضمون ليه هي دوله دور، ليه هي ليها يعني دور لازم تؤديه وتلعبه بكل الاسباب اللي حضرتك ذكرتها. بالظبط. طيب ولو في جمله سريعه لانه وقتي قرب يخلص، الخناقه الاساسيه للي بيشغل اردوغان بالدور خليفه الارهاب هي خناقه على ايه؟ لان في المشهد السوري هو جهز الارض، الامريكي حط قدمه على النفط. تمام. في الخناقه في ليبيا الخناقه كلها على الغاز. ايه؟ طب هي خناقه غاز وموقع جغرافيا ولعبه في كامل اقليم الشرق الاوسط. الروسي دخلها مش غاز، مش عشان ياخد غاز، لا عشان اخرج اردوغان من ادلب وحلب. وخلي بالك برضو لازم تربطي دوت بالغاز مع ايران اللي بتعمل لها حصار،
ما مين اكبر مورديين لاوروبا بالغاز؟ روسيا، ايران، تركمانستان، قطر. فعشان احنا وليبيا نطلع على هذا الملعب واحنا بنتحضر جامد منتدى غاز الشرق المتوسط اللي فيه تطور رهيب بيحصل في القاهره، وفرنسا طلبت انها تنضم ليها رسميا، وده يبقى اضافه ممتازه. ان في لاعب لازم يخرج عشان احنا نخش بداله. في مشكله بتحصل في ايران، عشان كده وبأوردر امريكي فورا يحصل توافق ما بين السعوديه والكويت، حقول اللي بينهم ترجع تشتغل من تاني لاعاده التوازن لنادي الغاز في العالم. في دوله تقع من نفط وغاز، خلاص احنا رايحين لكده على فكره. دوله تحتفي عشان اللاعبين الجدد يبقى ليهم مساحه. الموضوع حتى مش هيقف على قاسم سليماني، قد يروح لمراحل ابعد. فيحصل هنا دروب، فيتعوض بايه؟ على طول اوردر تصالح انت والكويت مع الوفره والخفجي عشان يرجع يشتغل. اذا دي كلها فرص بتتفتح لي. موضوع غاز، الموضوع الجغرافي، انا قلت لك خط وسط في شمال افريقيا هيبقى اللي هيدير او اللي يقدر يبقى ليه السيطره على ليبيا، من ثم يبقى ليه كلمه عليا في شمال افريقيا والساحل والصحراء حتى لو جوار ليبيا اتنطط. عشان كده الموضوع مهم. طيب قبل ما اختم، ولاد الارهابيه زي ما احنا في الكبسوله بنسميهم وبنستشهد بيهم طول الوقت بكل الوثائق اللي بتطلع من عندهم، يعني طول الوقت الهدف هو اضعاف الدوله دي لصالح الخليفة، خليفة الإرهاب. والدور ده بياخد ملامح متغيرة. حضرتك شايف إيه في المشهد بتاعنا في الوقت القريب جدا؟ لا، المشهد القريب، أولا مصر يعني ظهر ليها مخلبين أقوى جدا ومهمين قوي، قاعدة محمد نجيب يعني ليبيا، قاعدة برنس يعني السودان. والرئيس المصري قال قريب، يعني قال من فترة قريبة، إن السودان وليبيا أمن قومي مصري. ودي كانتش بتقال عفويا او من باب ال... ما ينفعش يقول حاجه عفويا، لا هي كانت مقصوده يعني لدول معينه، ان حدودنا الجغرافيه من الجنوب وليبيا هم امتدادنا بالمناسبه، وفي صله نسب وكفاح مع هذه الشعوب ما ينفعش نتخلى عنها. يعني مش يعني احنا مثلا في مساعدتنا للاشقاء في ليبيا او السودان ده مش بيمن عليهم، لا ده دورنا واجبنا بحكم التاريخ، حكم مصر العروب. اذا لما ظهر هذه المخلبين العسكريين انت بتغير معادلات في قلب جغرافيا المنطقه. خليني أشكرك شكرا جزيلا الباحث في الشؤون السياسية وشؤون الشرق الأوسط فادي عيد، بشكرك شكرا جزيلا. وأنا بشكر حضراتكم. مهم قوي قبل ما نختم نقول اللي بدأنا بيه، لأن هي القادر والقدرة. قبل 3 سنين كانت الدولة المصرية شايفة وجهزت نفسها، لأنها مش دولة اللغة والأفلام لكن هي دولة الفعل. ولما وضعت زي ما الأستاذ فادي قال مخالبها على الحدود، ده بيقول لكم إن السؤال اللي بيترملكوا أنتوا هتبقوا موجودين إزاي في ليبيا، هتروحوا مش هتروحوا، الإجابة لازم تعرفوها من العقيدة العسكرية المصرية، 2 من قدرة هذه الدولة على مدار 3 سنين من التحديث الهادئ الذي لم يسبق له مثيل، مش بس في الجيش المصري على المساحة الزمنية وطبيعة ونوعية التسليح، ولكن في جيوش كتير مش بس في الإقليم، ده أبعد من كده بكتير. تفاصيل الكبسولة هتكمل معاكم في الحلقة الجاية إن شاء الله. إلى اللقاء.